انا قلت لحضراتكم اول امبارح ان احنا افتقدنا نجم كبير في الفن والتمثيل وفي السينما وفي الدراما، هو الفنان الكبير ممدوح عبد العليم اللي مشهور جدا باسم رامي قشوع، زي ما كان دوره في فيلم بطل من ورق او فيلم او مسلسل كان اسمه المسلسل ضوء الشارد، مظبوط، اللي كان بيلعب فيه ضوء دور رفيع بيه. رفيع بيه ممدوح عبد العليم، انا قلت لحضراتكم انه يظل علامه حتى وانا بقول اهو، حتى وان لم يكن قد وصل الى قمه النجوميه في السنوات الاخيره، وان في يعني الاضواء تخافت تورت عنه شويه في السينما والتلفزيون ومش عارف ليه الحقيقه، لكن دي واضح انها دي سمه الفن المصري، ان المنتجين الان يتحاشون المحترمين. المنتجين الان سواء في السينما او في التلفزيون بيتحاشوا المحترمين، عايزين يروحوا للفنانين اللي مستعدين يعملوا اي حاجه ويمثلوا اي دور ويوافقوا على اي سيناريو وياخدوا اي فلوس. رحم الله ممدوح عبد العليم، واحد من رواد الفن المحترم القيم في مصر. كان موته وقع صدمه كبيره علينا، لكن في النهايه زي ما قلت لكم مفيش حد غالي على ربه، مفيش حد غالي ولا عزيز على الموت، رحمه الله عليه ويا رب يعوضنا عنه عوض الخير ان شاء الله. هنشوف تقرير عن رحيل النجم الكبير ممدوح عبد العليم، ثم نذهب الى الفاصل، وبعد الفاصل نبدا حوارنا في الحياة اليوم. هو رامي قشوع، علي البدري، رفيع بيه العزيزي، هو الفنان ممدوح عبد العليم الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 60 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية تعرض لها أثناء ممارسة بعض التمرينات الرياضية. يا وليد يا شرطي، ما بيعرفش يوقفني، القطر عايز بعد 10 دقائق وما بيعرفش يوقفني، ما بيعرفش يوقفني. رحل الشخص الذي احترم جمهوره وفنه بأدوار جسدها بكل براعة ومصداقية تعلقت في أذهان الجمهور ولم تنسى بالرغم من تعاقب الأجيال. ممثل مصري تمتع بملكات مكنته من تقمص شخصيات تمثل الخير والشر، أبدع في التراجيديا كما أبدع في الكوميديا. بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، وقدمه المخرج نور الدمرداش الذي تتلمذ على يده في مسلسل الجنة العذراء. دخل عالم السينما عام 1982 في فيلم قهوة الموردي، شارك في نحو 80 عملا فنيا بين الدراما والسينما والمسرح، من بينها الضوء الشارد وبطل من وراء وكتيبة الإعدام، بالإضافة لأدوار أخرى تقمص فيها شخصيات عدة متناقضة. وكانت آخر أفلامه فيلم فل الفل الذي عرض عام 2000. وفاة الفنان ممدوح عبد العليم كان ليه تأثير على الوسط الفني كله. من الناس اللي هي ممثلين انت تحترمهم اساسا، ان هو عمره ما عمل حاجة اصلا تجح اي حد، الجماهير كلها خسرته صراحة. مشوار فني طويل حصل خلاله على العديد من الجوائز والتكريمات. اللي هنا مش أعداء الوطن، عارف يعني ايه وطن يا احمد؟ فوداعا من كانت دموعه قريبة جدا ويحاول إمساكها في أدواره، وداعا من تمنى لنا في العام الجديد أن يهدأ العالم ويجنح قادته للسلم، ولكن الموت كان أسرع من تحقيق أمنيتها. بني آدم منين على باب الله؟ ما بين الموت والحياة شعر، يقوم يبتدي ليه؟ وداعا ممدوح عبد العليم. إسراء سعد، الحياة اليوم.